انا كابتن احمد شفت ال 11 ازاي البطوله ال 11 وانت عشت كتير جدا من البطولات مع النادي الاهلي. هي عامله لنا سطلانه يعني، انت عارف يعني. لا يعني هي كانت صعبه، وانا من اول يوم احنا خسرنا 5 في سان داونز كتبت على صفحتي وقلت النادي الاهلي بطل افريقيا وال 11 اهلاويه والحمد لله رب العالمين. وانا يعني قلت ده مش من فراغ، قلت ده لان احنا احسن سكواد في القاره، عندنا مجلس اداره هادي جدا ومتزن جدا ويعرف يعمل دوافع للاعبين بشكل جيد، مفيش انفعالات، مفيش ردود افعال مش محسوبه، لا ناس فعلا بتفكر بشكل جيد جدا. وده اللي بان، شفنا طبعا الدعم والمسانده من كابتن محمود وكل مجلس الاداره، وفروا مناخ يعني يخلي اي حد انه يبذل اقصى جهده، وده اللي حصل. بنشكر طبعا اللعيبه وجهازهم الفني وقبلهم مجلس الاداره وجماهيرنا العظيمه المتاكده ان الفرقه مش هتخذلهم، وهي ما خذلتهمش، والف الف مبروك، واللي جاي يكون افضل ان شاء الله. اخيرا يا كابتن احمد، شفت ثقه الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي في عوده الكابتن احمد ناجي لقطاع الناشئين في النادي الاهلي ووجوده كواحد من ابناء النادي الاهلي؟ الكابتن يعني من فتره مش قليله، يعني يمكن شهرين ثلاثه، يعني قعد معايا وقال لي انا عايزك تبقى موجود في النادي، طبعا سمعا وطاعه، وكان يعني الكلام بتاعه يعني خلاني يعني في منتهى السعادة، لأنه أنا بعتبر إن المحطة دي من أهم المحطات، يعني يمكن في تدريب منتخبات وتدريب بره مصر وتدريب في مصر، وطبعا في 13 سنة مع النادي الأهلي فيهم إنجازات كبيرة جدا، لكن أنا بعتبر إن المحطة دي هتكون من أهم التحديات اللي أنا بعيشها، وإن شاء الله بإذن الله يعني الناس تشوف فيها حاجات حلوة. أشكرك يا كابتن أحمد، ربنا يديك الصحة ونتمنى لك التوفيق ومستني منك كتير يا كابتن أحمد. أشكرك شكرا جزيلا. محمد، ده كان لقائنا طبعا مع الكابتن أحمد ناجي، واحد من رموز والقيمة والقامة اللي طبعا بعودته لقطاع الناشئين النادي الأهلي ووجوده في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي اتكلم كلام من القلب، وثقة كبيرة جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي ممثلة في الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي. من جديد تعود الكلمة للزميل العزيز محمد سعيد. شكرا لك يا فاروق.